اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل، كل ما كيلتحق بنا اللحظه بمواجدات الفيسبوك دائما متجدد بكم اللقاء ضمن هذا اللقاء، لقاء المحبه ولقاء التهنئ لكل اصحاب البكالوريا. دائما تحيات الاخ يوسف مبتسم امام القمط التقني والتوزيع الموسيقي واختيار هذه الاغاني. كذلك عندنا الحميداني في المونتاج وميكساج هذه الحلقه. دائما بتيز والميكروفون يعانق مسامعكم من الان والى غايه الساعه 8 ليلا باذن الله. إذن مبروك على الناس اللي نجحوا اليوم في امتحانات البكالوريا، وكذلك الناس اللي عندهم الصداقية كنقول لهم ما يفشلوش وتنجحوا في الدورة على الصداقية إن شاء الله. كذلك كل اللي كينتظر النتائج كنتمنالو النجاح والتوفيق إن شاء الله. إذن قبل ما نسمع هذا المقطع غنائي اللي كيقترح لي الزميل يوسف المبتسم، كيعطينا الروبوتاجات والاتصالات الهاتفية اللي قمنا بها صباح اليوم لرأس أجواء التلاميذ والتلميذات اللي كنتظروا على هامش الامتحانات البكالوريا. إذن فاصل ثم نعود. وهكا كان حال مساكن اصحاب الباك، كانوا حايرين وكانوا في واحد الانتظام تيتسناو على احرى من الجامعه كما كيقولوا. وعلى الساعه الخامسه التحقنا بثانويه مولاي ادريس ووصلنا لكم الاجواء ديال الناس اللي نجحوا والفرحه ديالهم. اذا بقاو على الروبوتاج ثم نعاود من جديد. Yeah.
اللي نجح الله يكمل فرحته، واللي ما جابلوش الله عنده استدراكيه ولا ما جابلوش الله يتمنى له التوفيق والنجاح في الاستدراكيه، واللي نجح يفرح في قلبه لان الناس وحده اخرى ما كتب لهاش الله باش تفرح. اذا دائما كنبقاو نتواصل معكم مباشره من راديو بيتيز، ودائما كننقل لكم هذه الاجواء الساخنه مباشره من ثانويه موليديس. وكنا شكون فينا اللي ما حمقوش الباك وما دوزناش الثمره ديالو؟ بالحق احسن لحظات يبقى داك لوطخاك ديال الباك. اذا قبل ما ندوزو لواحد المستملحة على الباك، كنهنئ الاخت فدوى غواص على عيد الميلاد اللي عندها اليوم، وكنتمنى لها سنه سعيده وكل عام وانت بالف خير. وكنطلب من الاخ يوسف مبتسم يعطينا مقطع غنائي لعيد الميلاد. سنه حلوه في ديوا. اذا سنه سعيده في دوا، كل عام وانت بالف خير، ونتمنوك دير العقل وتثبتي وتوازني وما تبقاش حمقى. كذلك كنشكر الادمين ديال صفحه فاس مدينه الملوك اللي كيعطينا بعض المصادر وكيعطينا بعض الاخبار اللي ما كتكونش في الدين ديالنا. كنشكرك بزاف بزاف بزاف. اذا نبقاو مع قصتنا ديال البكالوريا، ونعاودكم بعد هذا الفاصل الموسيقي ثم نعاودها. كنت ناعس يا سيدي واحد الخطره، وجاتني البكالوريا في سيف سمارة. عيون وحجبان بسلامة الجواهر، لوجية مضوة مغطي في منديل خضرا، عروسة زوينة في العماية بازة، أخوكم على عودو كيشالي بجبد روزة. على راسي ما نقولكمش فجنان فاس بلا نوية، جوق ديال اللعبي ونكافة رجاء الذهبي، وحالو الحسنية والدقة المراكشية، الزغات والشطيح نتا مول الخير، والغنى والبساطة والدجاج والديسي وكل ما تتمنى. المهم سال العرس مشاو الناس، وبقى خوكم في منام الله مع البكالوريا فاس فاس. قلت لها مازال مقل قيس ليلى، اهين يا بكالوريا الم بيا فؤادي في شوقي الم من بنار. جاوبتني بكلام زوين وعماني ما سمعت مثيل بحالو، قالت لي اه يا حمودتي اليس فات الدهر عليك، فبت ليلا ونارا في هموم الجميع ونار. وفي اللحظة الحاسمة فين مدت لي يديها ومديت لها يدي، سمعتني الميمة وجات تنوض فيا، قالت لي نوض نوض الله يعطيك المسخ يا الهبيل، واش تجننتي ولا ضربك حمار الليل؟ قل لي يا بعدا شكون داك الغزالة اللي كتحلم بها يا الشيطان؟ واش بنت من العائلة ولا وحدة بنات الجيران؟ قلت لها كنحلم بالبكالوريا محمقاني فوقاش نقبتها ومتهنى. كيفاش محمقاك البكالوريا؟ يقلع لها باها ويعطيها كيا، اش قديت بها الا حماقيتي ليا؟ اذا المستملحه نقدروا نكملوها غدا ان شاء الله. وكذلك المره الثانيه اللي عنده الاستدراكيه كنقول له ما تفشش، لان الاستدراكيه دابا ولات حاله ساهل، ونحاولوا نبازيو على المواد اللي ما جبناش فيهم وما يكون ان شاء الله الخير. إذن يوسف كيشيل على نهاية هذه الحلقة، وما سخيناش بكم، وكنحييكم من جديد وكنبارك لكم النجاح. واللي ما نجحش عنده الصداقية توا كنقول له بوك النجاح، لأنه هو نجح ينس نجحة، واللي ما جابش الله عام آخر لأن حلاوة الباك عامين. شكرا لك يوسف موسى في الهندسة الصوت، شكرا لك عدنان حميد داني في مونتاج وميكساج هذه الحلقة، كذلك فدوى غواص سنة سعيدة وكل عام أنت بخير. إكرام مبروك النجاح، ذاكر تنسان مبروك النجاح لأن عندك نص نجاح، كذلك عصام، كذلك كل الزملاء والزميلات اللي كنعرف، ودائما كنحييكم من جديد. هذا مقدم وعيد الحلقة محمد فيلي الزهري وبيتيز، يحييكم مباشرة من استديوهات راديو اف ام. بقاو شباب، إلى اللقاء.